سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في منتدى شباب سيف القدس في هذه الحلقة الجديدة. في هذه الحلقة طبعا البرنامج يعني الذي اعتمدناه لحلقتنا هذا اليوم يضم قسمين، قسم له علاقة بحوارات وقسم ثاني للتحليل السياسي أو صالون سياسي، هلأ نتعرف عليه في القسم الثاني من الجلسة لأنه غيرنا طريقة مشاركة الشباب بالتحليل. راح يكون عندنا صالون سياسي يتحاور فيه الشباب ويتشاركون الآراء ويتجاذبون حتى المواقف الخلافية بالرد على الحجة بالحجة وعلى مناقشة الفكرة، باعتقادنا أنه هذا بيعطي مزيد من الكفاءة وبيصلب القدرة على الأداء والممارسة الإعلامية والمشاركة بالحوارات. القسم الأول الذي نبدأه الآن، نحن عندنا ضيف أسبوع وضيفنا لهذا الأسبوع يعني صديق وشخصية نضالية وثقافية، هو الأستاذ حسين مرتضى اللي كلكم بتعرفوه طبعا واللي الرأي العام المتابع لمنتدى شباب سيف القدس ولمنتدى سيف القدس ولستون دقيقة بيعرفوه خصوصا من الحرب السورية، اللي كان الأستاذ حسين مثل ما حكيت أنا بكلمة تقديم الكتاب اللي وقعه يعني أخيرا، الكتاب القيم بالحقيقة، أنا حكيت عن الكتاب بقناعتي يعني في يوم التوقيع، أنه الأستاذ حسين تميز بأن يكون رأس حربي بمجالين كمية المخاطرة فيهم عالية ومزدوجة، يعني المخاطرة بالتعرض الشخصي للخطر سواء في دوره كمراسل حربي متواجد دائما في الخطوط الأمامية إلى جانب طليعة القوات مش فقط إلى جانب القوات، وتعرض للإصابة أكثر من مرة بفعل يعني تحمل المسؤولية على هذا الصعيد، وقدم مثال يدرس يعني على مستوى كيف يكون المراسل الحربي، والدور الثاني والمهم الثاني في أداء الحرب النفسية، وهو في كلا الأمرين لم يدرس في كلية ولم يكلفه أحد بمهمة، هو وجد الحاجة لملء هذا الفراغ، فبدلا من أن ينظر يعني يجب أن تملأوا الفراغ، عليكم أن تعدوا مراسلين حربيين، عليكم أن تعدوا للحرب النفسية، أخذ على عاتقه أن يستعد هو وأن يعد نفسه، ففعل ذلك وأبدع وأصاب واجتهد وقدم وبات رمزا من رموزنا في المراسلين الحربيين ورأس حربي في الحرب النفسية. المخاطرة الأولى قلت هي التعرض، تعرض حتى للحملات التشويه، لمحاولات الإساءة، لمحاولات النيل منه، يعني ممارسة الضغوط بكمية الرسائل المشينة والمهينة التي تصل، التهديد إلى آخره، أملا بإضعاف المعنويات لكن يعني خسئوا، والمخاطرة بالتصدي لمهمة بده هو يكتشف شو هي مقوماتها، هو بده يروح يفتش، هو بده يعمل بحث، ولذلك أنا بالكلمة تاعتي قلت إنه الأستاذ حسين بدأ البحث عندما كان يستعد لهاتين المهمتين، هو مش الآن باحث لكن هو الآن يعطينا خلاصة بحثه في الكتاب اللي حمل عنوان الحروب الأمريكية المركبة، والكتاب أنا بعتقد إنه يعني مش بس مفيد، مفيد إنه يبقى تحت الإيد لأنه كمية المعلومات الموجودة بالكتاب، أي حدا بده يعمل بحث أو دراسة مثلا عن الحرب الناعمة الأمريكية فقط كعنوان كمفصل العقوبات بفوت على الكتاب بلاقي له على الأقل 20 30 اقتباس صالحين للاستخدام وللتحليل وللاستناد إليه، بده يروح يقول هل لدى روسيا بنية يعني لخوض الحرب الناعمة، بفوت على فصل بالكتاب بلاقي بعض الأجوبة، يمكن حدا يكون عنده أجوبة أكثر لكن بلاقي الخميرة اللي بيقدر ينطلق منها، طيب كيف خاضت أمريكا حربها الناعمة على إيران، على الأقل 50% من المعلومات التي يحتاجها في الإجابة على هذا السؤال سيجدها في الكتاب، وهكذا من هي الشركات التي تدير أمريكا اليوم. أنا لذلك أنصح يعني، وأنا الاستضافة الحقيقة هي مش فقط، هو يستحق التكريم دائما لكن مش فقط للتكريم ولا فقط لتلبية فضول الأعضاء في المنتدى في يعني التواصل مع شخصية إلى هالمكان وهذا الحب والاحترام، لا، لأنه أيضا أنا أعتقد أنه الكتاب هو مادة معرفية جديرة بالاطلاع وبالاقتناء. أستاذ حسين أهلا وسهلا فيك وسلام القدس لك وعليك، والكلمة لك، أنا يعني راح أفتح المايك من عندي
أنا فتحت في نعم لا بدك تفتح من عندك بعد ما فتح. نعم تفضل أستاذ حسين، كلمة لك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلام القدس عليكم. وسلام القدس لك وعليك، حياك الله. حياكم الله. يعني بداية نشكر الجميع، وطبعا الشكر للأستاذ ناصر قنديل، هو أستاذنا والمبادر دائما إلى ابتكار الكثير من آليات التواصل، خصوصا في هذه المرحلة بالذات. يعني ربما ساعدنا قليلا التطورات التي جرت خلال هذه الأيام وهذه الأشهر، وبالتحديد فيما له علاقة بطوفان الأقصى، لكن عمليا كان التحضير هو قبل عدة أشهر، ويمكن أن نقول الفكرة منذ عدة سنوات. بمعنى هنا يعني ربما سأحاول أن أتحدث قليلا عما كنت أريد أن أتحدث عنه أثناء توقيع الكتاب. وطبعا يعني الأستاذ ناصر تحدث في التوقيع فعلا بما هو له علاقة بالخطة الاستراتيجية التي وضعت على أساسها بعض العناوين في هذا الكتاب. ربما الزمن الذي عشنا به، وعم بحكي عن جيلي هلأ، طبعا انتم اساتذتنا وانا بستفيد منكم في تجربة الحياة وفي لا التجارب أنت معك السياسية. جيل اللي قبلك واللي بعدك، يعني عندك الجيلين اليوم. هيدي ساعدت شوي في هذا أي. السياق. الجيل اللي عشته ربما بدأ هو من فينا نقول من اجتياح لبنان عام 82. بدأت عملية الدخول إلى الجبهات بال 87، هون عم بحكي على المستوى الشخصي. يعني نحن عم نحكي من 87 وصولا إلى يومنا هذا، كان هناك الكثير من المحطات الميدانية العسكرية التي واجهنا فيها المعارك التي فرضت علينا. يعني نحن في كل هذه الحقبة التي نتحدث عنها، إذا صح التعبير أنها حقبة من الزمن، هناك حروب فرضت علينا، كنا في موضع الدفاع عن هذه الـ الـ يعني هذه في هذه المواجهة. بدءا من الدخول إلى الجبهات بال 87 89 وصولا إلى التحرير عام 2000، وبعدها كذلك هناك محطات أساسية مرينا بها، يعني على صعيد منطقتنا، على صعيد زملائنا، على صعيد الأساليب التي خيضت فيها هذه المعارك. إذن المرحلة الأولى هي الاجتياح، اجتياح كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان عام 82 وصولا إلى تحرير عام 2000. هناك تجارب كانت في هذا السياق، ربما كانت جزء منها أكثر هو الميدان البعيد إلى حد ما عن الإعلام. يعني هناك ميدان دمج مع الإعلام، وهناك ميدان كان بعيد عن الإعلام، وهناك في مرحلة ما خلاصة الإعلام الذي هو سخر من أجل تظهير العمل العسكري المرتبط بالحروب التي سنتحدث عنها في سياق الحديث. إضافة إلى ما هو مرتبط بآلية تفاعل المجتمع في لبنان، وخصوصا مجتمع يعني بيئة المقاومة، مع ما كانت تقوم به المقاومة من عمليات عسكرية، من ممارسة حرب نفسية أثناء خوض عملية التحرير قبل الألفين، وصولا إلى اجتياح العراق. وهون عم بحكي عن محطات كنت مشارك فيها، يعني بمعنى كنت بالميدان فيها بال2003 باجتياح العراق والعدوان الأمريكي. المحطة التي تلتها ما هو مرتبط بلبنان باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن ثم حرب تموز عام 2006، ومن ثم هنا بدأت تتبلور أكثر صورة ما هو مرتبط بالحرب النفسية أكثر أو الحرب الناعمة، وبدأ هنا محاولة الدمج. يعني المحطات التي تحدثت عنها كان أكثر فيها ربما الحرب العسكرية أو محاولة الصد من ناحية الحرب النفسية. بالعام 2009
ما جرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما سميت بالثورة الخضراء، طبعا هناك مفاصل كثيرة، هناك أحداث في العالم كثيرة، كنا عم نتابع كأي متابع، كأي يعني متلقي إذا صح التعبير، ولكن أنا عم بذكر فقط المحطات اللي إلى حد ما شاركنا فيه. بال2009 تجسدت أكثر ما له علاقة بالحرب النفسية والحرب الناعمة، الثورة الخضراء عندما يعني تحرك الأمريكي بكل أدواته في المنطقة من أجل إسقاط النظام في إيران بعد عملية إعادة انتخاب الرئيس أحمد نجات ونزول جزء كبير أو لنقل جزء من الناس إلى الشارع في الأيام الأولى بحالة ضعف، يعني ما كان في نوع من معرفة ما الذي يريده الأمريكي أو من الذي يحرك هذا الشارع، واستمرت فترة 6 أو 7 أشهر إلى 8 أشهر. ومن ثم كان هناك بداية يعني ما له علاقة بالحرب السورية، وهنا كانت المعركة الأكبر. لتفضل وحكي عن جزء منها الأستاذ ناصر، بمعنى أنه يجب أن تبتكر شيء معين مرتبط بالواقع الميداني، مرتبط بالحرب النفسية، مرتبط بالتقنيات التي أصبحت كثيرا يعني تطورت هذه التقنيات. لأنه مثلا نحن إذا تحدثنا عن الحرب التي كانت تخوضها المقاومة قبل الـ2000 وصولا إلى تحرير العام 2000، وصولا إلى حرب تموز عام 2006، بعدها ما جرى في العراق بال2003، كل هذه المحطات اللي حكينا عنهم، التقنيات التي كانت تستخدم من قبل العدو كانت يعني ما كانت تطورت إلى هذا الحد. كان هناك حرب نفسية، كان هناك ممارسة ضغوطات، كان هناك حرب عسكرية، كان هناك حروب كثيرة خيضت بعدة أنواع. لكن مثلا يعني مثلا بغزو العراق عام 2003، نحن بنعرف أنه اللي كان يوصلنا ما كان يريد أن يوصله الأمريكي، بمعنى المشاهد، بمعنى يطلع لنا الجيش الأمريكي كيف هو الجندي مدجج بالسلاح، كيف عم بياخذوا اللقطة من أسفل الجندي، ببين أن هذا الجندي ضخم معه عتاده. كان في نوع من ممارسة الحرب، بمعنى أنه كل هذه الحرب قليل ما ظهر مثلا جندي أمريكي مقتول أثناء الاجتياح. تطورت هذه التقنية، تطورت الأدوات إلى أن وصلت إلى ذروتها، لأنه يجب أن يكون هناك عمل من أجل إسقاط بعض الأنظمة وإسقاط بعض يعني المعادلات إذا صح التعبير. فكان لزام أن يكون هناك تطوير لهذه الأدوات. هذه الأدوات تطورت ليس من أجل يعني أن تكون لصالح هذا المحور أو لصالح من يرفض ما يقوم به الأمريكي وغير الأمريكي. الأمريكي واللوبي الذي نتحدث عنه طور الأدوات من أجل أن يستخدم الناس العاديين في مكان ما، يستخدموا هذه التقنية لترسيخ أكثر معادلة الحرب الناعمة والحرب النفسية. هون وصلنا إلى الحرب السورية التي فرضت كل هذه المعادلات. وطبعا ما بدي يعني أنا كثير أسرد من هذه التفاصيل، لأنه الحمد لله الجميع كان يعني تابع وبيعرف تفاصيل، ونحن كلنا تقريبا بنفس الخط يعني بنفس الجو. انطلاقا من هذه التطورات وخفايا الحرب السورية، الحرب التي مورست إن شاء الله بلقاءات معينة بنحكي عن بعض السرديات اللي بنستفيد منها نحن في إلقاء الحجج في مكان ما. هذا الأمر وصلنا إلى رؤية يجب أن يكون لدينا نوع من عملية الدمج، كيف ندمج ما بين العسكر والحرب النفسية، الحرب الناعمة، وكيف تطورت الحرب الناعمة، وكيف تطورت الحرب النفسية إلى أن وصلت إلى ما سمي بالمصطلح خلال الفترة السابقة بالحرب الهجينة، وصولا إلى اختيار مصطلح الحرب الأمريكية المركبة. هي المصطلح اللي هو أكثر تداولا هو الحرب الهجينة. والحرب الهجينة، لأنه بالأمس بتذكر في حدا سألني، هلأ إن شاء الله خلال سياق الحديث بقول كيف إذا بدنا نحصل على الكتاب، وكان في حدا عم يسألنا كمان عن الكتاب. هلأ أنا رح أحكي بعض أجزاء الكتاب اللي هو اسمه الحروب الأمريكية المركبة.
لكن حتى نعرف كيف وصلت الأمور إلى ما سمي بمصطلح الحرب الهجينة، يعني بمعنى أنه شو استخدم الأمريكي بهذه الحرب، ما هي أدواتها، وصولا إلى حرب المركبة، يجب علينا أن نعرف كيف تطبق، كيف تقوم، أو من يطبخ إذا صح التعبير، عملية السياسات الأمريكية والسياسات في المنطقة، وكيف تتحكم رؤوس الأموال في عملية تشجير كل الحروب لصالحها. من هذا المنطلق بدأت عملية البحث من هنا، وهذه النقطة كثير ركز عليها خلال، يعني إذا بدكم قراءة الكتاب أستاذ ناصر، لأنه تعتمد كمان الملخص أو الخلاصة اللي أعطاها أثناء توقيع الكتاب، هي خلاصة كمان يبنى عليها في عملية تسليط الضوء على البنود الأساسية لهذه الرؤية، حتى نعرف كيف يجب علينا أن نواجه هذه الحرب. يعني اليوم نحن مش جايين نحكي مع بعضنا شعارات، لأنه كلنا، أنا حكيت أنه كلنا نحن من نفس الخط، وكلنا بنعرف المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني وما يحاك، لكن كيف يمكن في المرحلة القادمة أن نجسد أو أن نحاول أن نسلط الضوء على القضايا الأساسية والرئيسية في خوض هذه الحروب، حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة فعلا نواجه بكل قوة، إن كان حرب عسكرية، إن كان حرب نفسية، إن كان حرب ناعمة، حرب هجينة، الحرب المركبة التي نتحدث عنها. الأساس في كل ذلك هو الاقتصاد، هو المال. طيب، لحتى وصل الأمريكي إلى ما وصل إليه، يجب أن يكون لديه قوة مالية هائلة. هذه القوة المالية الهائلة من أين حصل عليها؟ ما هي الشركات؟ كيف تعمل هذه الشركات؟ كيف يعني دخلت هذه الشركات إلى كل، إذا بدكم، إلى كل المفاصل الاقتصادية في العالم؟ كيف استطاعت أن تحصل على أسهم في الصين؟ كيف استطاعت أن تحصل على أسهم في روسيا؟ كيف استطاعت أن تتحكم في مفاصل اقتصادية في الدول الأوروبية؟ من أين استطاعت هذه الشركات اللي نحن بنسميها دائما اللوبي الصهيوني، اللي بنسميه إذا بدكم الماسونية العالمية، سموها ما شئتم، لكن هناك مفاصل مالية أساسية تتحكم بطبيعة السياسات الدولية، تصبح هي مؤثر وعامل مؤثر وعامل متحكم في الكثير من مفاصل الدول التي تخاض فيها هذه الحروب أو تفرض عليها هذه الحروب. يعني مثلا اليوم بالحرب الاقتصادية أو الحصار الاقتصادي اللي مفروض علينا ومفروض على سوريا، اليوم الحرب الاقتصادية أشد وقعا وألما من الحرب العسكرية. وإذا بتلاحظوا مثلا باليوم الأول لبداية الحرب على سوريا، وين راح الأمريكي؟ إلى أين ذهب الأمريكي؟ الأمريكي ما خاض الحرب، وخصوصا كلنا بنعرف نحن أن بعد اجتياح العراق، مراكز الدراسات بين أفغانستان والعراق، مراكز الدراسات الأمريكية وصلت إلى دراسة مرتبطة بخوض المعارك بالجيوش البديلة، تشجير المرتزقة في الكثير من البلدان. مثلا بسوريا ما خاض الأمريكي الحرب بجنوده، لكنه راح إلى المكان الذي يتحكم فيه بالاقتصاد، راح إلى المنطقة الشرقية، أخذ حقول النفط، أخذ السلة الغذائية التي هي العمود الفقري بالنسبة لسوريا، سيطر على تلك المنطقة. وهذا مثال، يعني هذا بيعزز ما نتحدث عنه بما له علاقة بالواقع الاقتصادي. يعني في هناك، طيب بدنا ناخذ نماذج نحن من هذه إذا بدكم الحروب التي تخاض. ما له علاقة بالاقتصاد؟ ما له علاقة بالحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ ما له علاقة بالحرب حاليا المفروضة اقتصاديا كذلك على روسيا؟ كيف يتعامل مع الصين؟ علاقة استمرار هذه المعركة ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، ليس فقط على الصعيد العسكري، وليس فقط على صعيد تشجير كل الطاقات، إن كان من ناحية المؤثرين، إن كان من ناحية المشاهير. مثلا بجزء من التفاصيل، أنا أحاول أختصر بعض الأبواب لأنه في عندنا خمس كثير دقائق لأبواب. بعد نعم، مثلا حددنا لك بالأحداث شوي. الأخيرة، نعم بالأحداث الأخيرة التي جرت مثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
ما سمي بحادثة مهسا أميني. هناك تجسدت أكثر الحرب الأمريكية المركبة. استخدم طبعا، كان هو مستخدم الاقتصاد، حاول يستخدم العسكر من خلال بعض الأدوات، ومن ثم استخدم ما سمي بالمشاهير. يعني المشاهير استخدموا، إذا بتلاحظوا أنتم، استخدموا بسوريا ببداية الحرب بقدر معين، بإيران استخدمهم أكثر. طور هذه، هو طور بالشيء السلبي مش بالشيء الإيجابي، طور هذه الحرب، استخدم المشاهير. يعني مثلا وصلت في بعض الحقائق بهذا الكتاب، وصلت مرحلة استأجر بعض الحسابات لبعض مثلا مشاهير كرة القدم الإيرانيين، وصار يغرد من حسابات هؤلاء اللي كانوا هم موجودين مثلا في إحدى الدول العربية. هذا نموذج. استخدم الحرب القومية، استخدم الحرب البيولوجية عندما تم تسميم حوالي 80 طالبة في إحدى البلدات وإحدى القرى بالمدرسة من أجل تحريك الشارع أنه هودي يقتلوا من قومية معينة، بثير في ثورة معينة. هناك الكثير من الأمثلة التي لها علاقة بطبيعة هذه الحروب. إذن خلاصة الأمر أن هذه الحرب الأمريكية التي تخاض ضد شعوبنا وضد منطقتنا، علينا أن نفند العناوين الأساسية التي على أساسها يقوم الأمريكي بخوض هذه الحرب. عندها نستطيع في الكثير من المفاصل أن نضع الحلول وأن نواجه في مرحلة ما، لنصل إلى مرحلة، وهذا اللي بنتمناه في المرحلة القادمة، أن نصل إلى مرحلة كيف نستطيع أن نبدأ نحن بخوض جزء من هذه الحروب. مش بالضرورة الحروب نحن نستطيع اليوم أن نخوضها على الصعيد الاقتصادي، لكننا نستطيع في مرحلة ما أن نضع خطط ولو لها علاقة باقتصاد ما، أن نواجه هذه الحرب بطريقة مرتبطة بالواقع الاقتصادي الذي نعيشه. كيف نستطيع أن نصل إلى مرحلة يكون لدينا خطة إعلامية، خطة من الحرب النفسية، نجعل العدو في الكثير من المفاصل أن يكون في مرحلة الدفاع عن النفس بين قوسين، إذا كان بحق له دافع عن النفس. هيدي كتير مهمة. يعني اليوم كمان نحن لازم كتير نكون تعلمنا من المراحل السابقة وصولا إلى ما له علاقة بطوفان الأقصى، لأنه كمان لا يمكن أن نتحدث عن أي شيء من الحروب في هذه المرحلة بالذات دون أن نصل إلى مدرسة طوفان الأقصى. مدرسة طوفان الأقصى كمان مرتبطة بالحروب الأمريكية المركبة. وهناك جزء كبير إذا بتلاحظوا، مثلا اليوم وقت اللي بتقول المقاومة نفذنا عملية مركبة، هون هذا المصطلح صار مهم إنه نحن نستخدمه، عملية مركبة على الصعيد العسكري. كيف نستطيع أن نخوض عملية مركبة على الصعيد الإعلامي؟ طيب رح أختم أنا بهذا النموذج. مثلا عملية طوفان الأقصى، لو لم تكن هذه العملية عملية مركبة واستخدمت فيها المقاومة كل الأساليب، هل كانت ستنجح؟ يعني بمعنى لو كان هناك خلل في نوع من أنواع الحرب أو نوع من أنواع السلاح الذي استخدم في عملية طوفان الأقصى، ألم تكن هذه العملية ربما قد فشلت؟ طبعا راح تفشل. بمعنى أن عملية طوفان الأقصى هي عملية مركبة استخدمت فيها المقاومة، العسكر والأمن والاستخبارات والسبرانية والحرب النفسية. مارست المقاومة هي بجزء ما الحرب المركبة التي كانت تستخدمها الإدارة الأمريكية، وهذا تطور كبير جدا. اليوم بمكان ما بعض الأمنيين الإسرائيليين بيقولوا هناك حرب سبرانية تشن علينا. طيب إذا الحرب السبرانية هي جزء من الحرب المركبة. الهدف كان من كل هذا الكتاب أن ندرس أساليب الحروب الأمريكية المركبة التي تخوضها ضد شعوبنا، لنصل إلى مرحلة في مكان ما نحن نبدأ بعملية خوض الحروب المركبة المتكاملة حتى نحقق انتصارات لها علاقة بالواقع الميداني ويكون لها ارتداداتها في مرحلة ما على الواقع الاقتصادي وبالطبع على الواقع الإعلامي والواقع السياسي. شكرا جزيلا لكم. شكرا يا أستاذ حسين، شكرا، شكرا يعطيك شكرا العافية وسلام القدس لك سلام وعليك. سلام القدس. راح أفتح المجال أنا للزملاء، يعني من يرغب بأن يسأل أن يعلق، بس يعطينا إشارة رفع الكف على الشاشة حتى نعطيه الكلام.
استاذ فريد المقداد، تفضل افتح المايك استاذ فريد. نعم تفضل. سلام القدس لكم وعليكم. جدا وسلام سعداء عليكم ورحمة الله بهذه عليكم. الإطلالة المباركة والأستاذ حسين مرتضى، وقد عرفناه إعلاميا ميدانيا متألقا في ميادين القتال في سوريا. أستاذ حسين، استمعت أنا إلى العرض الأكثر من رائع الذي تقدمت به بدءا من الاجتياح 82، وكنت أتمنى أن تبدأ لنا منذ ولادتك، فقد ولدت مقاوما. سؤالي ذو شقين. الشق الأول، يعني قليل من النجاح يصنع الكثير من الأعداء. وشاهدنا يعني ضراوة الشائعات والهجمات التي تعرضت لها، كيف تعاملت مع هذه الشائعات وكيف كنت تتقبل الأمر؟ السؤال الثاني، كميداني عملت في الإعلام المقاوم وكتبت في الحروب المركبة، برأيك ما هي نقاط الضعف أو ما هي النقاط التي ينبغي أن نشتغل عليها نحن كإعلام مقاوم لننهض بواقعنا؟ وشكرا. شكرا. شكرا لك. بتسمع الكل وبعدين بتعقب استاذ حسين؟ ما بعرف أنتم حسب اللي بتلاقوه مناسب. ما عندنا، انت شو اريح لك؟ يعني إذا دغري وحدي وحدي أحسن ما يلا تفضل. يعني نشتت الأفكار. في بالقسم الأول اللي مرتبط بموضوع الإشاعات، هو جزء من الحرب المركبة التي يخوضها الأمريكي والإسرائيلي وأدوات في منطقتنا. ونحن بنعرف إنه الحرب الإشاعات هو يعني أسلوب خطير جدا، ليس فقط على الصعيد الشخصي بل على صعيد المجتمع. كان هناك خلال الفترات السابقة دائما عملية الهجوم على، مش عم بحكي عن نفسي، يعني أنا مش رمز، ولكن عم بحكي اليوم النموذج، خصوصا بعد، فيني أقول بعد اغتيال الرئيس الحريري، بدأت ألحظ أكثر يعني تبرز هذه الحالة. هلا ربما تكون هي قبل، بس أنا ما كان عندي المقدرة على استنباط هذا الأمر. بتذكر في حينها، وخصوصا يعني بعد اغتيال الرئيس الحريري واجت حرب تموز، ووصل الهالة التي وصل إليها سماحة السيد، والاستطلاعات التي أجريت في حينها بأنه هناك على الصعيد الرؤساء كان بشار الأسد، وعلى الصعيد الشخصيات المقاومة اللي بتمثل رمز المقاومة كان سماحة السيد حسن نصر الله. في دراسة غربية طلبت أو تركزت أنه كيف يمكن أن نكسر الهالة حول الشخصيات التي تعتبر رموز. وبتذكر في حينها كنت مقدم برنامج بقناة العالم، أستضيف بعض الشخصيات، كنا بعدنا نستضيف يعني مثل ما بيقولوا مصطلح الرأي والرأي الآخر، فأحيانا كنا نستضيف بعض الشخصيات، تسأله شو ما سألته يبلش يتهجم على شخص سماحة السيد، وخصوصا شخصيات من لبنان، أي سؤال تسأله يتهجم على سماحة السيد. يعني صار في نوع من إذا بدك الإعاز إلى الكثير من مراكز أنه تهميش هذه الشخصية. وبدأت في حينها المقالات التي تكتب في الكثير من الصحف العربية ما حتى ما نسميها، وصار في نوع من الحملات المركزة في هذا السياق، إلى أن وصل الأمر، يعني بعطي نموذج، أنه حتى شهادة ابن سماحة السيد حاولوا يشوهوها بأنه والله استشهد في مكان ما، ما استشهد على الجبهة. هذا الأمر ما لا أخفي عليك وعلى الجميع طبعا، أنه في مكان ما بيعمل لك ضغط، يعني بنوع من الحالة النفسية التي تمارس. لكن المواجهة كانت هي بعملية عدم التراجع ولو قيد أنملة. يعني إذا نحن بلحظة ما، وبعطيكم نموذج شبيهة بالمعركة، المعركة باللحظات الأولى التي يبدأ فيها إطلاق الرصاص، ولا نحن في جزء كبير مشارك بمعارك، الأستاذ ناصر بيعرف هذا، باللحظة الأولى اللي بيبدأ فيها إطلاق الرصاص، إذا تملك فيك الخوف ما بتعد تتجرأ إنك تهجم ولا إنك تشارك بالمعركة. مجرد ما إنك خضت المعركة وكسرت يعني حاجز الخوف للثواني الأولى، خلص ما بيعود يعني لك لا إطلاق الرصاص ولا القذائف ولا أبداً أبداً، بتصير بعالم آخر، يعني بتصير أدلج مثل ما بيقولوا بعالم آخر. وحرب الإشاعات نفس الشيء، الهدف أن ننكفئ، أن ننشغل بأنفسنا، أن نقوم بموضع الدفاع،
انه نهرب من الواقع. صراحة اولا الحمد لله كان في جمهور واعي حولنا في هذا الموضوع، كان في رد من قبل هذا الجمهور. الفضاء المجازي المفتوح بيساعدك انه انت يكون في ناس معك تحمل كتف، وكنت امارس عملية الهجوم كما كانت في اي معركة. يعني هذا الامر كان اهم شيء في عملية الدفاع في هذا السياق. نحن انا بارك اعتمد ناخذ كل المداخلات كسبا يا للوقت، يعني اذا طيب يلا قدامك يلا انت تفضل ورقه وقلم تسجل تفضل لتقدر تفضل تجاوب بكون بعتقد نعم افضل. يا يلا راح سجل عندي ملاحظة. تفضل استاذ برسوميان تفضل. سلام القدس لكم جميعا، وسلام القدس تحياتنا لك أستاذ وعليكم. ناصر وللصحفي المتميز عليكم الأستاذ السلام الكريم. حياك الله. لدي سؤال حول ما هي الخبرات التي اكتسبها الصحفي حسين مرتضى جراء الأزمة السورية، وهل هذه الخبرات التي تم التعايش بها يوميا أضافت شيء جديد إلى ما نحن حاليا فيه من التظهير الإعلامي الذي كنا في خلال آخر 10 سنين نوع من مغيبين عن التظهير الإعلامي، أو إيضاح الصورة لمحور لجمهور محور المقاومة؟ وهل هي الخبرات اللي أنت اكتسبتها أو بشكل عام المحور اكتسبه كانت بدايتها من الأزمة السورية؟ إذا فيك تضيف لنا بهي النقطة كون أنا كثير ممنون. شكرا وسلام القدس لكم جميعا. شكرا لك. شكرا وسلام القدس لك وعليك، حياك الله. عميد حميد عبد القادر تفضل. السلام القدس عليكم. عليكم وسلام السلام. القدس لك وعليك، أهلا عميد. السلام. حياك الله. أولا أنا أشكر الأستاذ ناصر قنديل على استضافته الإعلامي المخضرم حسين مرتضى من سوريا. كذلك الشكر للأخوان لبنان الحاضرين حسين، المتواجدين لا هناك انت في تعرفت سوريا. عليه بالحرب السورية بس أولا لبنان. من لبنان صح. ايه أي نعم، أنا بتابع دائما في تويتر وضميتها في مجموعتي قبل تمام، حوالي بالحرب 8 السورية هو سنوات منذ بدء يعني العدوان. شاف اكثر. نعم أي نعم. أولا يعني باسم أبناء الشعب اليمني المحاصر من المهرة إلى صعدة، نرفع أسماعيات التهاني والتبريكات للأخ حسين مرتضى على كتابه الجديد الذي ألف. كذلك الشكر موصول للأستاذ ناصر قنديل الذي استضافه في هذه الندوة القيمة. أنا سؤالي للأستاذ حسين مرتضى، ما هي رسالته الإعلامية للكتاب والإعلاميين الذين هم متواجدين في غزة، خصوصا الذين هم في وسط المعارك والذي هم بينقلوا الأحداث من داخل المعركة، رسالته لكل الصحفيين المتواجدين في قطاع غزة، وشكرا. شكرا عميد. استاذ توفيق عبد القدوس. السلام على القدس عليكم جميعا. وسلام القدس لك وعليك. عليكم السلام. نشكر السيد ناصر قنديل على تقديمه لنا هذه الفرصة للحديث مع السيد حسين مرتضى. الجانب الأول الذي أريد أن أشكر فيه الأستاذ حسين مرتضى على إلقائه هذه الكلمة التي أوضحت لنا يعني على ماذا يحتوي الكتاب. النقطة الثانية التي أريد أن أقولها هي هل يمكن أن نقول أن الكتاب يعطي فكرة للمقاومة المركبة يعني في الجوانب الأخرى، ليكون هل يمكن أن يكون أرضية حتى لتثقيف المجتمع المقاوم كيف يمكن أن نمارس المقاومة في مجالات أخرى التي يمكن أن نحس أننا بعيدين عن المقاومة، ولكن في هذه المجالات يمكن أن نؤدي دورا كبيرا لإسناد المقاومة من حيث ندري أو لا ندري. هذا هو السؤال وأشكركم جميعا. شكرا، سلام القدس لك وعليك، السلام القدس عليكم. حياك الله. أستاذ أنس كسواني السلام عليكم. أهلا، سلام القدس عليك، أهلا السلام القدس لكم عليكم جميعا. يعني أنا بتشرف بوجودي معكم في هذا اليوم. سؤالي حياك سريع الله. للأستاذ حسين مرتضى، الله يحييك يا رب، عشت أستاذنا.
سؤال سريع، بما أننا نتحدث اليوم عن الحرب الأمريكية المركبة أو الهجينة كما أسماها الأستاذ حسين، ممكن أيضا أنه أنا بدي أفهم بس يعني توجه الأستاذ حسين في الموضوع هذا، المقاومة الهجينة أيضا هل وصلنا إلى هذه المرحلة أم لا بعد؟ يعني هل نضجت الشعوب ومحور المقاومة والمقاومين في كل مكان لتبني مفهوم المقاومة الهجينة، يعني التي يعني هي ما هي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، هل وصلنا إلى هذه المرحلة أم لا؟ هذا هو سؤالي فقط لا غير. شكرا يا أنس، شكرا، سؤال الله حلو. يسلمك. أستاذ معتصم تفضل. سلام القدس لكم وعليكم. وسلام عليكم السلام. القدس لك وعليك. تحياتي لك أستاذ ناصر وللأستاذ حسين مرتضى. وأنا سريعا حياك بس الله. بدي يعني أطرح سؤال وأجاوب عليه وأعرف إن كان هذا الجواب صحيح أم لا. السؤال: لماذا لجأت الولايات المتحدة أصلا إلى مفهوم الحروب المركبة والحرب الهجينة؟ أنا باعتقادي أنه هذا شكل من أشكال محاولة الولايات المتحدة الأمريكية الالتفاف على نقاط الضعف لديها والمتمثلة بعدم قدرتها على خوض الحروب المباشرة، وبالدرجة الأولى منها عدم قدرتها على تحمل الكلفة الدموية لهذه الحروب نتيجة عدم وجود العقيدة القتالية عند الجندي الأمريكي وإيقانها أن القوة العسكرية الباطشة التي اعتمدتها لم تعد كافية في موضوع السيطرة على الأرض. هذا الفكرة الأولى. الفكرة الثانية في موضوع الحرب النفسية وموضوع وارتباطها بالرأي العام، ألا تعتقد أن طوفان الأقصى وبشكل تلقائي أفشل كثير من مخططات الحرب النفسية التي خاضها الغرب؟ يعني الأمريكان نفسهم ما عادوا صدقوا رئيسهم جورج بايدن. هذه هي الفكرة اللي حاب أحكي فيها بس. شكرا شكرا وسلام القدس لكم وعليكم. أيوة وسلام القدس لك وعليك. أستاذي نوال. السلام القدس عليكم. وسلام عليكم القدس السلام. لك وعليك. شكرا لك أستاذ ناصر على استضافة السيد حسين مرتضى. يعني حياك. أنا عن شكرا أنا عندي سؤالين. سؤال الأول يعني مش في علاقة بالكتاب، أنا حبيت أسأله إذا كان النشر يعني في تونس موجود كتابه ولا لا، لأني أنا بحثت عنه في معرض كتاب في تونس الأسبوع الفارط ولم أجده يعني، فلا فيا ريت يجاوبنا إذا كان ناوي ينشر، معناتها متعاقد مع دور نشر في تونس لنشر الكتاب لكي يعني ما نتعبش روحي وأنا نبحث عن الكتاب. يا ريت يقول لي إذا كان ناوي ينشره. سؤالي فيما يخص موضوع الكتاب، أنا نعرف اللي المصطلح الحرب الهجينة هو مصطلح ابتدعه أو فصل فيه هوفمان اللي هو ضابط عسكري أمريكي يعني، وحسب ما قرأت إنه هو ابتدع هذا المصطلح وفصل فيه بعد هزيمة 2006، لأنه استنتجوا إنه حزب الله في 2006 يعني حرب خاض، هو أول من خاض هذه الحرب المركبة وانتصر فيها. لو كنت مخطئة يعني يمكن الأستاذ حسين مرتضى يصحح لي بعد، لكن أريد أن أناقش معه. بعد أن طور هوفمان هذا المصطلح لأنه استنتجوا إنه في 2006 حزب الله ابتدع تكتيكات جديدة وخاض ليس فقط حرب في الميدان كانت يعني بتقنيات وتكتيكات لم يكن متعود عليها الصهيوني والأمريكي اللي هو خلفه، ولكن أيضا الحرب الإعلامية والحرب الدعائية والحرب حتى اللي يمكن الترويج لحقيقة الحرب والكل انتصر فيها حزب الله انتصارا كاسحا. بعد ذلك هما أنتجوا هذا المصطلح الحروب الهجينة أو الحروب المركبة، واللي استفادوا منه في حرب سوريا استخدموه ونجح معهم يعني في حرب سوريا، خاصة أن البيئة كانت مهيئة لم تكن مهيئة لمقاومة مثل هذه الحروب، وأيضا نجح معهم في أوكرانيا في علاقة بالحرب في الصراع ما بين أوكرانيا وروسيا سواء كان في 2014 أو حتى بعد العملية العسكرية في روسيا. يعني رأينا أن الحملة نجحت ضد روسيا في الأول، يعني في بداية الحملة نجحت إلى نوع ما حرب الناتو على ليس فقط الميدانية ولكن أيضا الإعلامية وما تبعها. أنا حبيت أسأل هنا الأستاذ حسين مرتضى، ألا ترى أنه هم الأمريكان اللي ابتدعوا هذا المفهوم وطوروه واستخدموه بعد هزيمة 2006، ألا يرى أنه محور المقاومة انتصر حتى في هذه الحرب وحتى في هذا المصطلح اللي هم ابتدعوه واللي هم نجحوا فيه يعني إلى حد ما، لكن الآن السحر انقلب عليهم يعني أنه محور المقاومة وروسيا أيضا انتصروا في هذه الحروب المركبة، الآن نرى أنه سردية المقاومة
هي التي تنتصر، انه تكتيكات المقاومه في الميدان وفي الجبهات، انه اصبح الامريكي عاجز عن مجاراتها، وانه اصبح في مازق يعني على الميدان، وايضا اصبح في مازق في مجارات هذه الحروب المركبه اللي تخوضها المقاومه بنجاح وليس الامريكي. وسلام القدس لكم وعليكم. شكرا، وسلام القدس لك وعليك. دكتوره مياده رزوق. سلام القدس لكم وعليكم جميعا. وسلام القدس. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك أستاذ حسين، والذي كنت جزءا من الجيش الإعلامي السوري في الحرب الكونية التي شنت على في وعلى سوريا، ولذلك يمكن أن نقول لك أنك سوري بامتياز، ونعتز بأنك سوري بامتياز. السؤال الآخر، أتمنى لو أني قرأت الكتاب، لأنني أعتقد أنه أثار لدي مجموعة من التساؤلات، ولكن سأكتفي بعد السؤال أستاذة نوال بالجزء الاقتصادي أو الحروب الهجينة في أحد أجنحتها هو الجزء الاقتصادي، وما كما قلت يعني هو الأقوى والأنجع والأقصى من الحرب العسكرية. طبعا ولا لا يمكن أن نستهين بالحرب الإعلامية، ولكن ألا تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بهذه الحرب بعد الحرب العالمية الثانية، بدءا من مشروع مارشال عندما ربطت الاتحاد الأوروبي كله في الفلك الأمريكي؟ وبالتالي أيضا أريد أيضا إجابة على التساؤل الذي سألته، أنه كيف دخلت هذه الشركات الأمريكية إلى تلك الدول لتحصل على أسهم في تلك الدول وتحكم في جزء ما أو في جزئية ما بقرارها السياسي كونها متحكمة في جزء من اقتصادها؟ أين هي هذه الدول عندما دخلت الشركات الأمريكية إلى الصين، إلى روسيا، إلى بقية الدول؟ وهنا نتحدث عن الدول الأساسية التي هي الآن في صراع مع الهيمنة العالمية أو تسعى إلى تغيير العالم إلى عالم متعدد التحالفات الإقليمية أو متعدد الأقطاب. فلذلك أنا هنا أريد أن أسأل، أين هذه الدول عندما بدأت هذه الشركات الأمريكية أو الماسونية العالمية بالتغلغل الاقتصادي على مستوى الكرة الأرضية؟ شكرا. وما هي ردة الفعل حاليا؟ هل يمكن أن نقول أن الصين بدأت بخطوات حثيثة كان خلال منظومة بريكس أو شنغهاي في مواجهة هذه الحرب الاقتصادية؟ شكرا دكتورة، شكرا. أستاذة هند يحيى، بدنا شوي نسرع لأنه عم تصير مداخلات مطولة، يعني صار تقريبا عندنا ثلث ساعة أكثر شوي بالأسئلة، وبعد بدنا ناخد شي ربع ساعة أجوبة. تفضلي أستاذة هند. سلام القدس لكم وعليكم جميعا. سلام القدس لك وعليك. شكرا. السيد حسين مرتضى، نحن تابعناك طوال الحرب على سوريا، وكنت الصوت المطمئن والشاحن للهمم في كل الساحات وكل المحطات، وبحكم تجربتك وخبرتك مع قيادة سوريا وقيادة المقاومة، قيادة تناور في الحرب والسياسة باقتدار وذكاء استثنائي، واستطاعت الصمود إلى حد اللحظة رغم فظاعة هذه الحرب، أسأل كيف تقرأ ما يلي؟ وفد أمني تابع للولايات المتحدة يتوجه لرام الله للقاء مسؤولين أمنيين تابعين للسلطة للتأكد من استعدادهم لتولي الإشراف على معبر رفح الفلسطيني، وفي نفس الوقت ومع افتتاح ميناء غزة الجيش الأمريكي يبلغ السلطة الفلسطينية وجيش الكيان بأن الميناء جاهز لاستقبال المساعدات الإنسانية عبر الخط البحري لأنك قبرص غزة فلسطين، وسيكون هناك استغناء كامل عن معبر رفح بمجرد تشغيل الخط البحري. فما مغزى هذا في هذا التوقيت بالذات؟ ألا يحمل هذا مفاجآت تهدد المقاومة ونسق المقاومة واستراتيجيتها؟ وشكرا. شكرا أستاذ هند، شكرا. أستاذ عادل تفضل. السلام القدس عليكم أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، فقط وجه سؤالي للأستاذ حسين، أنه نحن عادة دائما حينما نتحدث عن الأمريكي دائما بصيغة أنه الذي يخطط ونحن في ردة فعل. هنا السؤال، استوقفني تصريح الرئيس بشار الأسد في بداية الحرب السورية أنه هم يسيطرون على الجو ونحن نسيطر على الأرض، يعني نسيطر على الميدان، لأن الحملة الإعلامية كانت شرسة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أشار أيضا إلى هناك إلى الفرق ما بين القنوات العربية والقنوات الناطقة باللغة العربية. هنا سؤالي فقط،
ما مدى إدراك القيادات يعني قبل الحرب السورية وأثناءها ربما قيادات محور المقاومة وعلى رأسهم القيادة السورية لفخاخ هذه الحرب وكيف تعاملوا معها وليس كردة فعل يعني استباقية؟ وشكرا. شكرا استاذ عادل. استاذ نسيم تفضل. سلام القدس عليكم. وسلام صدقتي لك وعليك. اهلا استاذ نسيم. أكيد مثل الكل أنا كمان متابع يعني الأستاذ حسين مرتضى خلال الحرب السورية. عندي سؤال بالنسبة روح للحرب. روح يلا روح سكر يا ابو روح. أنا نعم عندي تفضل. سؤال كان بالنسبة للحرب الناعمة، خاصة بالملف الفلسطيني. يعني على طول بس يصير في حروب بتصير يعني كل العالم مهتم يعني، فكما بدي أعرف قديش أهمية نخاطب الرأي العام بالإنجليزي، خاصة مثل ما عم نشوف هلأ مثلا أستاذ علي مرتضى صار عم يعمل على صفحته عم يحكي بالإنجليزي، وفي كتير تفاعل بالغرب يعني صاروا يعرفوه. فكان بدي أشوف قديش شوف لها أهمية، وإذا بعد في ما قديش في مجال ممكن نطور القصة هيدي بالخطاب العدو مش بس العدو يعني العالم الغربي باللغة الإنجليزية. هذا السؤال. شكرا استاذ نسيم، شوف سؤال مهم. استاذي وفاء اخر سؤال ومداخله ونسمع الاستاذ حسين. سلام القدس لكم. وسلام سؤالي، القدس عليك، تفضلي. ما هي الآلية التي يجب أن نتبعها للهجوم المضاد مقابل وجود مثل هذه الشركات التي تعزز الاستهلاك والمؤسسات الإعلامية التي تعمل على غسل الأدمغة، وتحدث هنا حتى على مستوى الشعوب، ومنها شركة مثلا أو مؤسسة تمكين. شكرا. شكرا إليك، شكرا، يعطيك العافية. أستاذ حسين تفضل. يعني مجددا الشكر للجميع، وطبعا في تساؤلات مهمة جدا طرحت ويمكن أن يبنى عليها بمقالات، يبنى عليها بدراسات بما يمكن أن نجيب عليه، أنت وصح الوقت التعبير. ما بيساعد جاوب على كل الأسئلة بطريقة ما هو يعني وش، صح، يعني وأنت إن شاء الله مضطر أسئلة إنك تعمل برقيات يعني. إيه نحاول إن شاء الله نجاوب على الكثير من التساؤلات في بعض المقالات، في بعض تماما. الحوار عبر بعض المجموعات اللي نحن إن شاء الله راح نكون من ضمنها. لكن في شيء له علاقة بالخبرات التي اكتسبتها جراء الحرب السورية. طبعا الحرب السورية الأساس إذا بدكم بكل ما يجري حتى في منطقتنا الآن هو مبني على ما جرى في سوريا، يعني هي كانت مفصل تاريخي في كل المرحلة التي نعيشها، وهي جسدت ما له علاقة حتى بموضوع المحور المقاومي والتفاف محور المقاومة حول عنصر أساسي من عناصر هذا المحور وهو عمود الفقري، لأنه الأساس هو كان ضرب سوريا. لو مثلا المجموعات الإرهابية بما تمثل من مشروع أمريكي إسرائيلي هي التي انتصرت في سوريا، هل كنا شاهدنا طوفان الأقصى مثلا؟ ما كان في شيء اسمه طوفان الأقصى أبدا، لأنه الأساس من كل ما يجري في سوريا هو إنهاء ظاهرة المقاومة أو حالة المقاومة أو هذا المحور المرتبط بالمقاومة. بالأساس هي القضية الفلسطينية. وإذا بتلاحظوا أنتم إنه خلال حرب سوريا حتى غابت القضية الفلسطينية، صار إذا مرق خبر حتى بقنواتنا، إذا مرق خبر عن فلسطين صار خبر الخامس أو السادس، يعني ما عاد ضمن العناوين الرئيسية، ما عاد بنسميه نحن بنشرة الأخبار، ما عاد ضمن الهيدلاين اللي نحن عم نحطه ثلاث عناوين أو أربع عناوين. إذا كان الهدف هو أن يتم إنهاء القضية الفلسطينية. ولأن سوريا بمحورها وبجيشها وبقيادتها وبشعبها انتصرت وحققت هذا الإنجاز الكبير، أفشلت كل هذه المشاريع، وصلت المقاومة إلى ما وصلت إليه، ومنها ما جرى في طوفان الأقصى. هناك جزء كبير ما إذا بدكم ما تسلط عليه الضوء حتى هذه اللحظة، هلا لأنه في بعض الأمور من المبكر الكشف عنها، يعني على الصعيد الاكتساب ما اكتسبنا بس على الصعيد الشخصي عم بحكي، ما اكتسبت بس ما له علاقة بالميدان، ما اكتسبت ما له علاقة بالحرب النفسية، ما له علاقة بالحرب الناعمة. هناك جزء كبير اكتسبته بالحرب السورية
هو الحرب السياسية. يعني سوريا بمحورها كانت تخوض حرب سياسية. يعني كان لي الشرف مثلا أنني شاركت في كل محادثات جنيف وفي كل محادثات أستنا. محادثات أستنا هي التي رسخت المناطق الأربع. محادثات أستنا كنت أنت عم تعرف الخفايا، ما الذي يحمله الأمريكي، ما الذي يحمله التركي، ما الذي تسلط عليه المجموعات المسلحة، كيف يدير الجانب السوري المفاوضات، كيف ينسق مع الجانب الإيراني، كيف يتناغم مع الجانب الروسي. كل هذه الأمور هي خفايا. هذه الخفايا في جزء كبير منه لحد الآن ما بينحكى، ولكن كانت هناك حرب قائمة، كما هي الحرب العسكرية كان في قسم هو الحرب السياسي، وهذا اكتسبناه من خلال هذه المعركة. هل يمكن القول أن الكتاب يعطي صورة عن المقاومة المركبة؟ طبعا، أنا ذكرت نموذج ما له علاقة بالعمليات التي تمارس اليوم، ما له علاقة بطوفان الأقصى هو عملية مركبة. الهدف في كل ذلك أنه ما نحكي نحن مع بعضنا بمكان ما في غرفنا المغلقة، إذا قدرنا نعمل غرف مغلقة، نحكي كيف نستطيع أن نواجه، وكيف نستطيع أن نضع خطط لصد الحروب الأمريكية المركبة. وهذا مهم جدا في المرحلة القادمة، مهم جدا عندما نسلط الضوء على الأساليب التي تستخدمها الإدارة الأمريكية، نستطيع من خلال ذلك فعلا أن نضع خطط وأن نتعلم، ومش غلط، وأن نتعلم وأن نبتكر أساليب كثيرة يمكن أن نخوض من خلالها حرب نحن نديرها، ونحن نسميها حرب مركبة ضد المشروع الأمريكي أو ضد الهيمنة الأمريكية أو ضد ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به. حرب تموز هي محطة من المحطات. يعني إذا بدك، اللي كان عم يسأل عن الحرب الهجينة وما شابه ذلك، لا، هو المشاريع كانت قبل حرب تموز، لكن الأساليب كانت بعدما اتطورت وصولا إلى ما نصل إليه اليوم. اليوم هل يمكن القول بأنه الأمريكي في مأزق؟ هلا أنا مش كثير مع الشعارات بالمعنى الشعارات، ولكن فيني أقول الأمريكي ما عاد الأمريكي الذي كان في السنوات العشر أو السنوات، إذا ما نطول يعني السنوات الماضية طبعا، لكن ما وصلنا إلى مرحلة أن نقول أن الأمريكي في مأزق. نحن ما زلنا في مرحلة صد المشروع الأمريكي، مواجهة المشروع الأمريكي. بعد ما خضنا معركة نحن من خلالها نواجه الأمريكي، بالمعنى يصبح الأمريكي في موضع الدفاع. صار في نماذج بالحرب الحالية اليوم بوحدة الساحات، وكنا مثلا بالأمس بموضوع سيف القدس. سيف القدس هو أوجد وحدة الساحات، ترسخت وحدة الساحات ونفذت سياسة وحدة الساحات في طوفان الأقصى. يعني الأمريكي مثلا للمرة الأولى على الصعيد العسكري يهاجم بالمعنى العام. القواعد الأمريكية، الأمريكي أصبح في موضع الدفاع، الأمريكي بيبعث رسائل لا يريد التصعيد، الأمريكي يسعى إلى أن يكون هناك تهدئة في المنطقة. هذا ما كان موجود في السنوات الماضية وفي الحروب الماضية. ما مدى إدراك قيادة المقاومة للحرب بسوريا؟ طبعا كان هناك إشارات معينة، لكن ما سمي بالربيع العربي وخوض المعارك في هذا السياق، تكيف محور المقاومة مباشرة مع الحرب الكونية التي فرضت على سوريا، هذا كان له جزء كبير من الانتصارات التي نتحدث عنها. أخيرا، يعني حاولت أختصر، هلا إذا ما في شيء جاوبت عنه إن شاء الله بجاوب. موضوع الحرب الناعمة والحرب النفسية، المواجهة أو إذا بدكم استخدام اللغة ضد أو لغة الآخرين، هي من أهم الأساليب التي يجب أن نعززها في المرحلة القادمة. واليوم بكل صراحة، الذي أوصل صوت المقاومة، صوت ما يعانيه الشعب الفلسطيني وما تعانيه شعوبنا، هو الفضاء المجازي. إذا عندما ننتقل إلى مرحلة الإعلام الرقمي، ومن خلاله نستطيع إما من خلال بعض الشخصيات أو من خلال بعض الإعلاميين أن نوجه رسائل إلى المجتمع الغربي، عندها فعلا نستطيع أن نقول أنه حققنا جزء كبير من عملية الرأي العام. وما يجري اليوم في أمريكا، ما يجري في الجامعات، التفاعل في المجتمعات الغربية، هو سببه مش الإعلام التقليدي،
ما كان الإعلام التقليدي بالمعنى العام الدور الكبير في هذا السياق، لا، كان الفضاء المجازي، الإعلام الرقمي، الإعلام الجديد هو الذي كان له الدور الكبير في إيصال ما يمكن إيصاله من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هنا يجب علينا أن نركز على نقطة وراح أختصر، راح أختم فيها، أسلوب كيف نتخاطب. يعني نحن عندنا 3 أساليب من الخطاب: خطاب مع جمهورنا، وهو خطاب نظهر من خلاله القوة، قوة المقاومة، قوة محورنا، ولكن ما بنبالغ، يعني ما بنعطي نحن شيء غير الدقيق، لأنه حتى ما يصاب هذا الجمهور بالإحباط. لكن بدنا نسلط على قوة المقاومة، على ما تمتلكه المقاومة. خطاب مع الجانب اللي هو يسمى بالمرحلة بالألوان، اللون الرمادي، اللي هو لا مع المقاومة ولا مع العدو. وهذا يعني هون بدنا نحن نحكي له عن ما يقوم به الاحتلال، الإجرام، نشأة هذا الاحتلال، نشأة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكتاب يخاطب أكثر، ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي، وهلا لأنه الأستاذ ناصر أراه هذا الكتاب، يخاطب أكثر إذا بدكم اللون الرمادي، اللي بيستطيع أن يقنع اللون الرمادي إنه الأمريكي هو سبب ما تعانيه من طاقتنا. مع الغرب تختلف الأساليب، ويجب أن تختلف. مع الغرب ليس من الضروري أن نعطي صورة قوة المقاومة، غلط. لأنه إذا أعطينا صورة قوة المقاومة أن هذه المقاومة قوية، تستطيع أن تدمر، تستطيع أن تقوم، تستطيع و و و هنا نحرك العاطفة المضادة لدى الشعوب اللي بيصيروا يتضامنوا مع الإسرائيلي، ما بيتضامنوا معنا. مع الغرب علينا أن نسلط الضوء على بنية كيان الاحتلال الإسرائيلي، مظلومية الشعب الفلسطيني، الانتهاكات التي يقوم بها الإسرائيلي، ما يمارسه الإسرائيلي ضد شعوبنا، العلاقة الموجودة ما بين الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، إذن هي شريك فيما تعانيه شعوبنا. وقت لما نطلع نحن بنقول بأي فيديو، انتبهوا أنا عم بحكي بشكل عام مش عم بنتقد حدا، وقت عم نطلع نحن بنقول بأي فيديو بلغة الغرب، يعني عم نخاطب الشباب الغربي، يعني مش عم خاطب شبابنا، شبابنا بحبوا الحماس، لكن إذا أنا عم خاطب الشباب الغربي وعم بقول لهم نحن جايينكم بدنا ندمر كل الإسرائيليين، هذا خطأ. هون يستخدمها الإسرائيلي هذه العبارة ويقول نحن في خطر وجودي، مثل ما نحن هلا بعضهم بيستخدمون المحرقة وغير المحرقة ويمكن ما إلى أساس بغض النظر عن هذا الموضوع. إذا من الضروري، لأنه الحرب الناعمة والحرب النفسية سلاح ذو حدين، يجب علينا أن نعرف كيف نخاطب خصوصا الآن المجتمع الغربي والشباب الغربي، وخصوصا شباب الجامعات حاليا. وشكرا جزيلا لكم. شكرا يا أستاذ حسين، يعطيك شكرا. العافية الله وسلام يعافيك. لك سلام وعليك. عليكم. نحن يعني مضطرين هاي الفقرة نعتبر إنه أخذنا ساعة تماما، يعني إن شاء كنا الله. مخططين 40 دقيقة فتجاوزنا للساعة. عندنا القسم الثاني من نفس الفقرة اللي هي إحياء ذكرى 3 سنوات على معركة سيف القدس والموقع المفصلي الذي مثلته في تاريخ المنطقة، كيف مهدت للطوفان الأقصى، الأبعاد والتداعيات اللي مثلتها هذه الحقبة، هذا السياق يعني الذي بدأ في السيف وانتهى أو توج بالطوفان، منتدى سيف القدس في قلب هذه المعادلة، الدور الذي يتصدى له والذي يسعى إلى تطوير فاعليته فيه. الدكتور زياد الحافظ، نحن بانتظار أن نسمع دكتور زياد. دكتور زياد، دكتور زياد الحافظ، ما عم يسمعنا الدكتور زياد. دكتور زياد، طيب نحن بعتقد فينا إذا الدكتور زياد مش على السمع منوقف هون، منشوف التحليل السياسي ومنرجع إذا الدكتور زياد شيء اضطراري غيب عنا منرجع بناخذ الفقرة في الآخر. نوقف عند هذه النقطة، يعني سلام القدس لكم وعليكم، لننتقل إلى الصالون السياسي.